دابا حنا في السوق الاسبوعي ديال الخميس ديال السول تابع للسلة. بالنسبة للثمن ديال البقرة كاين ثمن، وبالنسبة للبقرة لا شغلة خص الناس يعرفوا. دابا الدولة كتقول لك تتقول لك حنا نقارد عندنا البقرة، حنا البقرة ما نقاردش، البقرة راه كاين، البقرة كاين راه موجود. المشاكل اللي كاينة عندنا ديال العلف، العلف دابا حنايا دابا العلف، وهذا العام راه كاين الجفاف، العام راه ناقص، والمشكل اللي عندنا راه هو ديال العلف. البهيمة كديها من نهار كتصير عليها، العلف كان داير 3 دراهم 2 دراهم ونص، ولا فايت دابا 6 دراهم، وراه لا حسن العون ديال الفلاح. هاد العام راه الفلاح والكساب راه واكل العصا، عامين متتابع على الجفاف، وجاتنا كورونا، والدولة لا بغات تساند المواطنين ولا بغات تعاوننا راه خاصها تدعمنا في العلف. راه المشكل اللي عندنا حنا تيقولوا البقر ما كاينش في المغرب، البقر راه كاين، هو ما كاينش بحال السلعه ديال البلاد. السلعه ديال البلاد يكذب لك كاذب، شوف السلعه ديال البلاد ما عمرها غتمثل لها شي بلاد اخرى، السلعه ديال البلاد ما عمرها تمثل شي بلاد اخرى. السلعه ديال البلاد راه ما الجوده اللي عندنا حنا في المغرب ما كايناش في شي بلاد، الجوده اللي كاينه في المغرب راه ما كايناش في شي بلاد. المشكل اللي عندنا حنا وهو العلف راه غالي، والحولي راه كاين، الضروبة كاينة، ثنية رباعية سي كلشي. وبالنسبة للبقر ماشي هو اللي غلا، راه غلاه العلف، غلاته السواعير، العلف رخيص هو غير راه السواعير اللي غلاته. حنا العلف حنا كنا ناخذوا عام 2 درهم 2 درهم ونص، دابا فين وصل؟ دابا فات 6 درهم. احنا الزراعة هذا العام عاونا نحصدوه ندرسوه، راه طلقنا فيه البقر، ما حصدناه ما درسناه، طلقنا فيه البقر. يلاه باش جينا، يلا باش علاش باش نقص علينا شويه الصايه. المطالب ديالنا حنا بغينا الدعم من الدوله، اعانه نقص لينا من العلف. لا بغاو البقر يرجع في الاثمنه ديالو، خاصهم يدعموا الكساب، خاصهم يدعموا يدعموا العلف الكساب. بالنسبه للعلف راه هو اللي غلى هادشي، اما تيقولوا حنا ما عندناش كسيبه، حنا الكسيبه موجوده في المغرب. ملي تيستوردوا البقر ما تيدخلش لينا للسوق، واخا تيستوردوه تيبقى احتكار. بالنسبه لهاد البقر اللي استوردوه حنا ما شناش بعينينا، حنا المواطنين ما شناش، حنا لا بغاو هاد البقر اللي استوردوه جابوه خصو يدخل السوق الاسبوعي باش يتروج، باش يعرفوا المواطنين. تنشوفوا حنا في التلفازه وفي التليفون، حنا لا بغيتو دابا هذاك البقر يتروج يدور، راه خصو يدخل السوق الاسبوعي باش يولي بحال. لا ما عندناش مشكل، ندخلوا نشوفوا كي غنديروا. علاش؟ لا ما عندناش مشكل، حنا في هذاك البقر يدخلوه مرحبا به، ولكن يجيبوا للسوق الاسبوعي تاعنا نشوفوا الامور كي دايره. كذبه كاذب، سلعه البلاد راه الجوده، المغرب راه معروف بالكرام. ودابا الراجل تيجي على الجزائر تيقول دخلنا عليك بالله، الا كان اللحم ديال البرازيل ما تعطيش لي يعطيني اللحم ديال المغرب. ولكن دابا حنا المشكل ماشي ما عندناش البقر، البقر راه كاين، عندنا مشكل في العلف. العلف راه غالي، وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى. شوف الرساله نوجهها لرئيس الحكومه والوزير الفلاحه، يشوفوا فيها المواطنين، يشوفوا فيها الكساب، يشوفوا فيها الفلاح، راه مضرور. احنا الكسابه راه مضرور، انا كندير السلعه ديال العيد، راه حنا مضرورين الان، كنديروا الضروبه، كنديروا الحولي، كنديروا الخرمه ديال وجهي، وراه ما كاينش الدعم، خاصنا الدعم. حنا دابا هالعام طرينا نعمرو بزمننا، ما نقدروش نخليو عندنا الناس، عندنا الكليين، ما نقدروش نخليو الناس بزمننا، ولكن وخاصهم يدعمونا. الشمندر غالي، النخاله غاليه، الشعير غالي، الدرا غالي، كلشي غالي. ها العلف راه هو اللي قهر الفلاح دابا، وما ماشي اللي بقر شنو غلاه العلف، غلاه الصياد. البار تنشريو ب 40 درهم 40 درهم الباله، والبار كان 1000 فرانك، دابا البار تنشريو ب 40 درهم، الشمندر كان ب 50 ريال دابا ب 100 ريال، النخاله كانت ب 14 100 دابا 130 درهم. العيد راه كاين، قال رئيس الحكومه وسمعناه نهار الاثنين قالها، وقال لك العيد راه كاين، عاهو الناس ما تديش في الرزاق، الغلاء السلعه موجوده، الغلاء اللي كاين زايد واحد 500 درهم 600 درهم على العام اللي فات. هذاك الشيء اللي السنك حتى هو غالي. اه والمشكل راه خاصهم يتعاونوا معنا.